في يوم من الأيام واحد اتوفى، أخدوا جثته وطلعوا بيها على المشرحة علشان يعملوا اللي عليهم، ولكن عامل من اللي موجودين في المشرحة عينه وقعت على الجزمة اللي كان لابسها الميت عجبته، راح واخدها طمع فيها ولبسها وأخدها معاه البيت، ولكن ندم ندم عمره. وفي اليوم ده الساعة 12 بالليل اتفاجئ إن الجزمة بتمشي لوحدها في الشقة. لا بسم الله. مشرحة حلوان واحدة من الأماكن الغامضة والمرعبة الموجودة في مصر، وتحديدا في منطقة اسمها 44 حرامي، وقريبة من الحديقة اليابانية. المشرحة دي كانت أساسا قصر ويرجع لعائلة من عائلات الملك فاروق، وبعد ما الملك فاروق هو وأتباعه تركوا مصر جت مستشفى حلوان وأخدت القصر دوت وحولته لمشرحة، واسم المستشفى مستشفى حلوان العام. المشرحة عادي كانت شغالة فترة كبيرة وكانت بتستقبل الجثث والدنيا كانت ماشية تمام، ولكن مع مرور الوقت حصلت حريقة في المشرحة وجت المطافي بس ما قدروش يطفوا النار، وعندك زلزال 92 كمان ضرب المشرحة والمشرحة تهدد. وبعد الأحداث اللي حصلت في القصر سابقا والمشرحة حاليا المكان بقى غامض ومرعب، ورجالة الأمن كانوا منعين أي حد يقرب منه، وكان في حرامية بيتسللوا للمكان دوت ظنا منهم انهم يلاقوا اشياء ثمينة من عائلة الملك فاروق، ولكن الامن كان بيتصدى ليهم، وكان اي حرامي يدخل جوه حياته بتروح. وسكان المنطقة كانوا بيعملوا محاولات انهم يستكشفوا ايه المكان الغامض ده، واول ما دخلوا المكان كله اتقلب، ريحته بقت ريحة مقززة ما قدروش يكملوا، اخدوا بعضه وطلعوا على طول. وبعد ما الناس دول اتخرجوا كل واحد روح على بيته، وفي نفس الليلة بقوا يحلموا أحلام ويشوفوا كوابيس ويشوفوا جن في المنام. والغريب إن الحكومة تحاول كذا مرة إنها تبيد المكان من جذوره، ولكن كل مرة بتحصل كارثة وما بيروحوش. وسكان المنطقة بتسمع أصوات بتيجي من المبنى دوت، أصوات صريخ وجن، لكن مصدره فين بالظبط مش عارفين. وطبعا كان أي حد يقرب من المكان دوت كان اي حد من اللي موجودين في المنطقة يقول له اوعى المكان ده مسكون بالارواح، اوعى تيجي جنبه، خلي بالك المكان ده تابع للجهاز القومي للتراث والحضارة. وزي ما قلت لكم في الاول ان المكان ده كان قصر، يعني كان انوار وخدمين وخدمات وعربيات، لكن بعد مغادرة السكان المكان اصبح ظلمة ومخيف بطريقة غريبة. المكان دوت اتقال عنه كلام كتير جدا، وسكان المنطقة بيأكدوا عن الاحداث المرعبة اللي حصلت فيه. العمال بيقولوا انهم كانوا هم شغالين بالليل بيسمعوا حد بينادي عليهم باساميهم، واحد العمال كان قاعد في المشرحة بالليل والصمت بيعم في المكان، سمع واحدة بتنادي عليه وبتقول له الحقني، بس في الاول صوتها ما كانش واضح، وهو قال دي ممكن تكون تهيؤات. عادت بقى المرة التانية ونادت عليه وقالت له الحقني بس بصوت عالي، وبالفعل ادرك ان في حد بينادي عليه. في الاول اتردد انه يبص وراه، لكن جاله فضول يبص علشان خاطر يشوف مين اللي بينادي عليه، واول ما بص اتفاجئ ان في واحدة ست لابسة اسود وقاعدة على ترولي. ولما جه يبص عليها ويدقق النظر فيها لقاها وقفت بس على رجل واحده. طب الست دي جت منين؟ هو ما يعرفش، بس قعدت تبص له بصات غريبه جدا ومرعبه. وفجاه ظهرت قطه كبيره ضخمه ورا الست ديت وهجمت على الحارس، ما كان من الحارس الا اخذ بعضه وطلع يجري بره، وحلف انه ما عادش يجي المشرحه دي نهائي. وكان في عامل بيروي برضه قصته واللي حصل معاه، وبيقول انه في يوم من الايام كان موجود في المشرحه بالليل هو وصاحبه، وهما بينقلوا جثه من المشرحه للثلاجه، فجاه الجثه دي فتحت عينيها وضربته بالقلم. من كتر الرعب قال لصاحبه انت بتضربني بالقلم ليه؟ صاحبه قال له انا ما جيتش يمك، انا بعيد عنك اصلا. من كتر الرعب والفزع بص على الجثه لقى الجثه بتبرق له، خد بعضه وطلع يجري بدون تفكير. وفي يوم تاني بينقلوا جثة ست على ترولي، وكانوا ممرضتين أخدوا الجثة علشان خاطر يودوها المشرحة، وهم ماشيين بالجثة بالترولي الجثة قعدت تقوم وتقعد قدام الممرضة. الممرضة من كتر الرعب أغمى عليها، وزميلتها طبعا كانت بتشد قدام فمدية ظهرها للجثة ما أخدتش بالها، وطبعا الممرضة ما أخدتش بالها إن صاحبتها أغمى عليها،
وهي شدت الترولي دخلت المشرحة، لقت كل الجثث اللي ما دخلتش التلاجة عمالة تقوم وتقعد. أخدت بعضها وطلعت تجري وحلفت ما عادش داخلة المشرحة تاني. ومرة عامل من المشرحة تعب جدا قال أخش أريح شوية وبعد كده أقوم أكمل شغل، وقفل الباب ودخل ينام. وهو بيتقلب في نص الليل لقى واحد نايم جنبه على السرير وبيبصله وبيضحك ضحكة مخيفة. قام اتفزع وشغل النور ما لقاش حد جنبه، راح يبص على الباب علشان خاطر يتأكد انه مقفول، لقى الباب مقفول زي ما هو. ونفس الراجل دوت كان بيقول انه قاعد جنب المشرحة وبيولع سيجارة عادي، وكل ما يولع عود كبريت علشان خاطر يولع السيجارة يجي نفس من ورا منه يقوم نافخ ومطفي الكبريت. قال ممكن يكون ده هوا اللي بيطفي الكبريت، بس ده احنا في الصيف والجو نار وما كانش فيه نسمة هوا. المهم ما حطش في باله بيولع كبريت تاني، وكل ما يقرب عود الكبريت علشان خاطر يولع السيجارة يجي نفس من ورا منه من رقبته ويجي نافخ في عود الكبريت مطفيه. وبعد معاناة شديدة ولع عود كبريت وولع بالفعل السيجارة، ومع أول نفس لقى حد بيعمل على ظهره، مخبط على ظهره كده وبيقول له ما تولعش سجاير. بيبص وراه ما لقاش إلا ظلام دامس جوه المشرحة وما لقاش حد. وعمال المشرحة بيأكدوا بيقولوا إن في يوم جات لهم جثة من الجبل، ولكن ما كانش باين ملامح للجثة ديت، شكل الجثة ديت كانت في الجبل مقتولة من فترة ومحدش عرف بيها إلا بعد فترة كبيرة، ومحدش يعرف مين أهله. وكل اللي شغالين في المشرحة كانوا بيموتوا من الرعب لأن كان منظر الجثة مفزع جدا جدا، وكان العظم باين وحاجات من بطنه باينة. ومن كتر الرعب كانوا بيتهربوا وكل واحد روح على بيته، وما فضلش منهم إلا ثلاثة. فسواء الإسعاف اللي جاب الجثة قال لهم إنتوا كمان مش هتروحوا، واحد من الثلاثة نطق وقال يا جماعة الجثة دي جت لي في الحلم كذا مرة وكانت بتجري ورايا. أما أكد على كلامه الثاني وأكد على كلامه الثالث وقال برضو نفس الحلم بتجيلي الجثة في المنام وبتجري ورايا. رجل الإسعاف قال لهم يا جماعة ما تكبروش الحوار، دي مجرد جثة وهتخش المشرحة. أخدوا الجثة من سكات ودخلوا بيها على المشرحة. وكان في واحد شغال في المشرحة كاتب استقبال اسمه أسامة رجب، وبيقول إن كان في جثة جات لهم كان عندها غرغرينة في رجليها، وطلبوا ممرضة من قسم البطنة علشان تيجي تساعدهم. وأول ما شافت الجثة وبتشيل معاهم وقعت على الأرض طبت ميتة، وقالوا هي الست ديت إيه اللي حصل لها وماتت ومات السر معاها، الله أعلم كانت بتجيلها في المنام زي اللي قبلها. حطوا الجثة جنب الجثة بتاعت الممرضة وخرجوا من المشرحة. تاني يوم المشرحة ولعت والمكان اتدمر خالص، ومحدش قرب من المشرحة لحد يومنا هذا. ودي كانت قصة مشرحة حلوان. لو عجبتك القصة ما تبخلش علينا بلايك وشير للقصة إن حبيت، وتدعمنا وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان أي فيديو جديد ننزله يجيلك بإشعار. دمتم في أمان الله، كان معكم محمود شعبان من قناة سلسال الرعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.